عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كيف يكون الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا
هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أثره واقتفاء سنته صلى الله عليه وسلم، أم بمجرد شعارات تطلق ورسائل تأتي إليك على جوالك؟ إلى غير هذه الوسائل التي يبين فيها كثير من أبناء أمة الإسلام محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيام العام، وبعد ذلك نعود إلى سالف عصرنا، نعود إلى ما كنا عليه من ترك لسنته وبعد عن هديه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، تصديق بما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، واتباع سنته وتبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الحب يا عباد الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول هذا الدين، وهي محبة تابعة لمحبة رب العالمين جل وعلا. كلما زادت محبة الله في قلبك كلما زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما نقصت هذه المحبة نقصت محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا غرست شجرة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبك أيها المسلم، وسقيت بماء الإخلاص لله جل وعلا، أثمرت هذه الشجرة كل أنواع الاتباع والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إيمانك إلا بها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أكثر من محبتك لولدك ووالدك وكل الناس، أن تكون أكثر من محبتك للناس أجمعين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا فقط؟ لا والله، بل لا يكتمل إيمانك إلا إذا أحببته حبا يفوق حبك لنفسك. من الذي قال هذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر بن الخطاب قال وسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. فقال عمر: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لم يكتمل إيمانك بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب في وقتها وفي حينها لم يغير المجلس الذي كان عليه، قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. كيف هذا؟ كيف يتغير الكلام في لحظات؟ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، ثم بعدها يقول: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. يبين هذا الكلام الإمام الخطابي، يقول: إن محبة الإنسان لنفسه طبع، ومحبة الإنسان لقلبه اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع إلا سبيل لقلب اطلاع عما جملت عليه، إنما طلب منه حب الاختيار
يقول الحافظ ابن كثير معلقا على هذا القول، قول الخطاب: نظر عمر بن الخطاب الى نفسه فرأى ان نفسه قد تأمره بالسوء، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: وان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سبب لنجاته من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأجاب بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. هكذا يكون الحب يا عباد الله. فهل بلغ حب النبي في قلبك يا عبد الله محبة تزيد على محبتك لوالدك وولدك والناس أجمعين؟ هل بلغت محبة النبي إلى درجة أنه أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك؟ ينبغي أن تجيب على هذا السؤال في نفسك. ولو قلبت سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء محبة لله تبارك وتعالى ومحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم الناس حبا لرسول الله أبو بكر رضي الله عنه، الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بخبر الهجرة وأن الله أمره أن يهاجر، فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في طريقهم إذا بأبي بكر يسير خلف النبي مرة، وأمامه مرة، وعن يمينه مرة، وعن شماله مرة، فيقول له النبي: ما لك يا أبا؟ لماذا تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، كلما تذكرت الطلب، أي الذين خرجوا خلفك يبحثون عنك من الكافرين المشركين، مشيت خلفك. وإذا تذكرت الركض، أي الذين ينتظرون في طريقنا، مشيت أمامك. يضحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله يضحي بنفسه، يتمنى أن لو صنع من جسده سربالا ليقي به حبيبه صلى الله عليه وسلم. في طريقهم إلى الغار يمرون على امرأة على عربية فتقدم لهم اللبن، وقد عطش أبو بكر عطشا شديدا، هو الذي يروي هذا، يقول: فقدم النبي اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ينظر اليه، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب، يقول ابو بكر: حتى ارتويت. من الذي شرب؟ الذي شرب هو النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك يقول ابو بكر: فشرب حتى ارتويت. انظر الى الحب، انظر إلى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يشعر بالعطش الشديد، ومع ذلك لما رأى حبيبه عليه الصلاة والسلام يشرب ويروى، قال: فشرب حتى ارتويت، أدري أنه أحس بالري بعد شراب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى الغار يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم لينظف الغار ويخرج ما فيه من هوام وحشرات ويسد ما به من ثقوب، فبقيت بعض الثقوب فوضع قدمه عليها رضي الله عنه وارضاه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ووضع خده على فخذ ابي بكر رضي الله عنه، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يلدغ في قدمه ويتحمل الوجع، لم يرد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه قد لدغ والسم يسير في قدمه، فسقطت دمعة من عين أبي بكر رضي الله عنه،
له ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع اللدغ ثم أخذ شيئا من ريته ثم سمى الله تبارك وتعالى وبارك ووضعه على مكان اللدغ فصارت أصح قدمي أبي بكر رضي الله عنه. انظر إلى الحب يا عبد الله، انظر إلى هذا الحب من أبي بكر رضي الله عنه إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه وعن شماله ويلدغ ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له. أي حب هذا؟ يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تروى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله أنت أحب إلي من نفسي ولكني أكون في أهلي فأشتاق إليه فلا أستطيع أن أصبر حتى آتي لأرض أبيك ولكني تذكرت اليوم موتي وموتك. فأنت إذا مت دخلت الجنة ورفعت إلى درجة النبيين وأنا إذا مت وإذا دخلت الجنة أخاف ألا أراك في الجنة ويخاف ألا يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلم يجب عليه النبي فقال حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول هذا هو الشرط يا عباد الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يوم بدر بقدح في يده وكان من بين الصفوف صحابي يسمى سواد بن غازية فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح الذي في يده فقال له أوجعتني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اختص مني يا سواد. فقال يا رسول الله لقد ضربتني وليس علي قميص فأنت تلبس قميصا على بطنك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم القميص من على بطنه وقال له اختص يا سواد. فبارك سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده على بطنه مقبلها فقال له لماذا فعلت هذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله الامر ما ترى واني احببت ان يكون اخر عهدي بك ان يمست جلدي جلدك يا رسول الله. أي حب هذا؟ أي حب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خبيب بن علي رضي الله عنه يصلب بالتبعير في مكة ويلتف المشركون حوله يريدون أن يروا السهام تخترق هذا الجسد الذي طالما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه وبعده. فاقترب منه أبو سفيان رضي الله عنه وكان يومها على الشرك فقال له خبيب بن علي أتأذن لي بالصلاة؟ فأذن له. فصلى ركعتين وتجوز فيهما يعني لم يطل وقال والله لولا أني أخشى أن تقول عن النبي جمع من الموت لأفرت الصلاة. ما هكذا تكون صلاته صلاة قصيرة إنما يحب أن يطيع الصلاة بين يدي ربه تبارك وتعالى. ثم قال منشدا إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي ولست مبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي وإن يكن في ذات الإله وإن يشهد ذلك على أشلاء شرو مزدعي. فاقترب منه أبو سفيان وقال له يا أبو
أيسرك أن تكون في أهلك معافى وأن يؤتى لمحمد مكانك هنا إن كنت ربعوك أرضانا؟ لا والله، والله ما أحب أن أكون في أهلي معافى ورسول الله يصاب بشوكة تؤذيه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب يا عباد الله، يقدر ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. حبيب بن زيد الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا الى مسيلمه الكذاب وادعى النبوه، ذهب الى مسيلمه بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، قرا مسيلمه هذا الكتاب وفيه من محمد رسول الله السلام على من اتبع الهدى، اذا وصلك كتابي هذا فاترك ما انت عليه من الكفر وامن بالله ورسوله. فقال مسيلمة لحبيب بن زيد: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: اتشهد اني رسول الله؟ قال: لا. اذني بها صارم، لا اسمع ما تقول. فامر السياف ان يقطع اذنه، فقطع اذنه فانفجع دماؤه من جسده رضي الله عنه. فأعاد عليه السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: بلى. أذني بها صمم، لا أسمع ما تقول. فأمر السياف أن يقطع أذنه الأخرى. فأعاد عليه السؤال فكرر، فأمر السياف أن يقطع لسانه. فأعاد عليه السؤال فأعاد عليه الجواب الذي قاله ولكن إشارة. فأمر السياف أن يقطع أطرافه، فقطع يديه ورجليه وساعده وكتفه إلى آخر هذا. كل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون الحب يا عباد الله، ليس كلاما ولا دخان يطير في الهواء، إنما هو اتباع واقتداء أثر وتبليغ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ لدعوته وفداء له بالنفس والمال والولد. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أين هذه التي خلعت
حجابها من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أين وأين وأين وأين؟ أين الصدق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا حوضه صلى الله عليه وسلم وأن يستير من يده شربة هنيئة لا نطمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وترحمنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ أمة الإسلام أمر رشدا وعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدى لدينك أن يعود ولشريعتك أن تسود ولكتابك أن يحكم الوجود. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نشكرك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم لبيض ظلام مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فشكر أقياله وأخلص لسانه بصره وفقد يا رب سمعه واجعل الموت اقل امانيه. اللهم وفقه لا تقول الا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه للعمل بكتابه والعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله. هيا الصلاه هيا الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.